Eu me demoro. Vamos lá! لايك واشتراك يا جماعة، بنبدأ اليوم الرحلة. بسم الله بسم الله. يم الفل والعنبر لعيونك جزر فرسان، تغافل بحرها الأحمر عروس الراب يا جزان. يم الفل والعنبر لعيونك جزر فرسان، تغافل بحرها الأحمر. ضبطت الحركة. ريان خالد لايك اشتراك. يلا بسم الله نكمل يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. احنا الآن بنطلع بالقارب، راح نصيد سمك. تعنيت اليوم الأول نصيد سمك، نتغدى في القارب، نروح جزيرة. بنروح جزيرة، بنروح اسم الجزيرة ولد مجيد؟ القندر. القندر، نروح القندر. تعيشون معانا ان شاء الله بتفاصيل باكملها باذن الله. بتكون سمك ولا راحت؟ والله نتاكل يا رب. ما عمرك يا سمك يوم بسيط. اول مره في حياتي بسيط يا جماعه. مرحبا. عليكم السلام. يا ما شاء الله تبارك الله. هرب يا رب. يا ساتر شوفوهم اكثرهم. يا الله يا مره قرب. يا ساتر عندهم فتحه براسهم. سبحان الله. حياكم الله عندنا علي. اقلطوا على قليل الكلافه يا جماعه. مرحبتين. لا يزعل لا يزعل. اسلم. الآن يا جماعة احنا وصلنا شاطئ القندل اللي فيه غابة القندل. بعد شوي بتشوفون الغم. السلام عليكم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم شونج اكس بونج ناشونال جيوغرافيك. يا عيال نبي لحظة هدوء. الجوال والله ما اخذ جوال. بالطب. لا 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 ناصر ناصر. والله ما اخذ لي خاطري يا جماعة. قريبة. يا سلام عليكم. وش هذا؟ هذا سرطان البحر ولا ايش؟ يمه خرجت. يلا يا خشبي اسم الهدوء. لعن يا ويلي الغاب اللي انشا ان شاء الله تبارك الله. يا شوف 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 يا ويلي يا جماعه ما شاء الله تبارك الله. هنا مسموح صح؟ قول بسم الله. قول بسم الله. بسم الله وعلى بركة الله. الله المستعان. يا عيال اشتيت طب والله. يا اقفز. يا عيال اشتيت طب والله. والله رايد طب. مستحيل. مستحيل انا مستحيل. اعطني كم طب واتحداك. سعد رحت سنابه. واذا طبيت لي؟ لك 43 دولار. زدها. 166 دولار. زدها.
خلاص لوكا لوكا عطل لوكا 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 أبو عبد المجيد وقف 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 إيه سمو ذا صادق ولا طيب بسرعة والله إنك تمزح أمسك توكا على الله 200 دولار 200 دولار توكا على الله نطلع من جيبك لوكا لوكا والله إنه صمل أنت تحب المال أخوي 200 دولار أنا كلب مال يا الله لا لا طول أنا الناس خاف من سمك قرش تخاف من ناموسة الله يا بارد الأسلام 200 200 هيا خطو خطاك وقل بسم الله واقبز مسيح ميت وعلي ما في ما في تمساع ما في يلا هيا لوكا 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 روح روح هيا اقبز أحمد نشجع دقيقة 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 أحمد دقيقة اسمع 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 لا 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 ما يدافق ما يدافق ما يدافق أبي اسمع 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 كلماتك الأخيرة يلا ما يا عمري يا سليم تمسح حين ابنين نحاش ابنين 200 دولار والله انك كثير والله تدفع كم بريال اسمعوا وقفوا وقف صور هناك نسوي تحدي وقفوا اسمع التحدي يطب مننا واحد يطب منكم واحد اللي يبقى ما يطب العشاء عليه يلا يلا من يطب اول واحد والله بيسويها الصام لوين يقدر طيب وشايع برماي ونهم طب 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 يا ناصر طب فين واحد يا ولد فزنا 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 يا عيال يا عمر عيال ايوه 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 الله يعطيكم العافية هارد لك هارد لك ما قصرت الله يبيض وجهك اللي بيصير كالآتي وصلنا الآن منطقة الصيد ايش بنسوي بنوقف القارب ذا المكان وبنقط ايش اسمه يا ابو عبد المجيد لا يا يا سلام بسم الله يا سلام عليك سلام يلا اني ملحقها احد بنسمي بالله ونقول يا رب اني ملحقها ها يلا بسم الله ايش دعاء بسم الله قول يا سلام عليك وانا عم يروح وقف صح 25 متر يلا نبدا صيد بسم الله اللهم ارزقنا يا رحمن بالعشاء اللهم امين والله عشان اليوم سمك باذن الله ايوه فايز عندنا هنا الطعم ما شاء الله تبارك الله أشوف. يعني شوف تقريبا 30 سمكه صغيره يا سلام هذه صغيره دي صغيره عشان نجيب لنا كبيره وناكل يا سلام. وناكل ايش ابو ناكل سمك حمور فيش طازه يا سلام ما مشكله خلينا نقرب هات لازم تنشبها مرتين من العين ترجعها من الجهة يا سلام يا سلام يا سلام طريقه الرمي يا الرمي بسم الله بسم الله بعد يا ولد بارك الله يا رب ارزقهم سمك تونه ايوه يا رب ارزقهم سمك تونه يا رب وصبر ها لين تنزل شوف الان يسحب ايه لين يوقف ومتى اعرف انها صادت على طول تشدك اذا إيه شدتني اسحب سحب تشدك يا يلا نبدا يا جماعه يسحب ها ايه لين يرتخي خلاص اعتبروا انه سمكه مسكت قصدي لين يرتخي وصل للارض ايه توقف شويه له شو مسكت ايه تكفى يا رب تعال طلع يا رب تعال طلع اسحب معاك بسم الله يا رب يا رب يكون حظنا جامد يا رب ما شاء الله تبارك الله اللهم لك يا عيال حظ ترى والله حظنا جامد ما شاء الله حط 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 الخير الخير واضح انه والد عشان اليوم يا جماعه ليه ما نحط هذه في اللي عندك هذه ونصيد لنا سمكه اكبر لا ما يصلح ما افكر يلا خلاص يلا تعال قرب ابرمي يا جماعه ومتفائل واقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا على الله مقفل جوالي مقفل ولا مفتوح يلا مفتوح بسم الله ابغى اشوف اي والله اني صدتها تجنن بسم الله لا 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 هامور صغير هذه صيد فيها هامور حماري ده حماري حماري يا رب يا رب والله اني انتظر بس الزله
ابغى سمكه تجل تسحب مني الطعم بس تجل. انا زيك لا تسحب زي كذا عشان لا زين زيك الدو. يلا يلا الله كريم يا رب. بسم الله بسم الله قرش يا رب ما ابغاه ابغى شيء ثاني. بسم الله بسم الله الله اكبر بسم الله كان ثقل. بسم الله بسم الله جابر لا عشان تسحب بسرعه ثقيل. الله ما شاء الله تبارك الله. راحت خيبة امل. اه يا ان شاء الله خير. جاء بسم الله ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. الله يجعله بملطمه هذا السمك اللي سرق من سمكتي. الله يجعله بملطمه يا جماعه الخير. وجع ما علي يا ناصر ما علي قهرني. فعلها يا ناصر تكفى. صبر نعم لقد فعلت لقد فعلت باذن الله باذن الله لا تسمع معينه. اول صيد ولله الحمد والمنه. ما اعطت سمكتين الا واحد شوف هناك. لله الحمد لله حتى شلت متابعين. ما شاء الله يا صادر ايش ذا ايش ذا هامور. ما شاء الله هامور تبارك الله. اول هامور اليوم صورني صورني بسم الله. الهامور الثاني عند ابو والى الان احمد نصر. ها ها ما احد اتوقع خير اتفق مع اخذ منكم كل مره يطيح احد ما خف تكفي انا وصلت جبت حاجه يا ما شاء الله ما شاء الله. اخيرا اخيرا بسم الله والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. اليوم موافق يومه الاربعاء 25 4 مارس صدنا سمكه حبتين. هلا بالاحمر هلا بالاحمر الصغير. انا والله ما شاء الله حلو زي حكيتي هذا حريق 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 حريق. ابشر بالخير يا حبيبي يا حبيبي. هذا هامور هذا هامور قرب قرب قرب. هذا هو الهامور الطيب. هذا هامور طيب يا طول عمره السلامه. طيب يا اخوان لا اله الا الله التعب. والله يمكن جلسنا ساعتين ثلاث ساعات والحمد لله اللي طلعنا فيه عندنا سلمكم الله تقريبا ثلاثه هامور ثلاثة مدري ايش وعشرة مدري ايش. جيب ذاك كان طيب. والان راجعين ان شاء الله مع الشباب بنجهز الامور تشوفون الطبخ والتخييم والاشياء الطيبة. حياكم الله وبياكم بالجنة يا رب العالمين. مأوانا مأواكم اهلا وسهلا فيكم حبايبنا في برنامج منكم وليكم والسلام عليكم. اليوم طبختنا اللحم الحيمات بسم الله. رايت تكفى ابغى اكل اكل الله يستر. انا والله ما راح اوثق. اللي ما يدري احنا وين يا جماعه حبه حبه بنوريكم كل شيء. قاعدين نضبط المكان الان حبه حبه يا جماعه. في حاجه انتم ما لاحظتوها احنا صدنا لحم سمك وين راح؟ والله ما ادري. احنا صراحه احنا بريين ما عندنا بالضبط. لا يا جماعه اللي بيصير السمك بيكون الغداء جل وخلينا غدا بكره. فقلنا اليوم لحم وبكره سمك على روقان ما شاء الله. لازم نخلي الزبادي ولا الصلصه ذا يا جماعه مو بنكثر كلام بتشوفون الشكل بعد ما نخلص بنعطيكم. بسم الله لا. الشيخ رايد تقدم الى الامام كلنا بسم معك بسم الله وعلى بركه كلنا الله مؤيدين وكلنا بسم الله. الله يعافيك ويرفع قدرك ما شاء الله تبارك الله. ابو دهن يما البخار إلى هنا يا جماعة الخير وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى استمتعتوا بالرحلة البسيطة اللي سويناها مع الشباب. علمونا تحت بالكومنتات تحبون النوع هذا من المقاطع اللي فيه رحلات بسيطة وتغطية للمكان اللي نحن نروح له. في الختام صلوا على نبينا محمد. الله يسعدكم يا جماعة على الدعم ما تقصرون. تأكد قبل لا ينتهي المقطع أنك مسوي لايك ومشترك بالقناة وفعل الجرس واكتبوا لنا كومنتات أو تعليق إذا حاب. الله يسعدكم يا جماعة. ورقم أبو عبد المجيد اللي كان مسؤول التغطية كاملة معنا وما قصر تحت بالوصف. وكل المعلومات اللي تحتاجونها بتلقون الرابط تحت بالوصف إذا حابين تزورون الجزيرة اللي رحنا لها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكرا في امان الكريم. جيش السواحات نسعى خلف القمة واكثر نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة اكثر نكبر شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم فوق المليون نمضي شاد الظهري في جمهوري اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري هذه بس بداية دامي سيد في الرواية راح اكمل بي طريقي ما اشوف صفحة نهاية.